السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودنا دائما ان الماء لونه ازرق، لكن احيانا الطبيعة بيكون فيها اسرار احنا ما نعرفهاش، واللي تم اكتشافها من الاسرار دي قليل. ومن ضمن الاسرار دي اللي تم اكتشافها انه ممكن الماء يتلون بلون تاني غير اللون الازرق. على سبيل المثال ممكن يتلون باللون الوردي. بتشتهر استراليا بالعديد من البحيرات وردية اللون، وطبعا ده لون مميز وفريد. ومن سنوات كتيرة كانت البحيرات دي لغز محير للعلماء وخبراء البيئة، وعلى الرغم من التفسيرات الكتيرة إلا أن الشايع منها غير صحيح. في الفيديو ده هنكتشف السبب الحقيقي وراء اللون الفريد للبحيرات الوردية في استراليا. أهلا وسهلا بكم، ودي قناة مقتطفات، شرفني انضمامكم للقناة. لو حضرتك لسه جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك جديدنا أول بأول. في وسط جزيرة تقع في الساحل الجنوبي لأستراليا الغربية، في هناك بحيرة اسمها بحيرة هيلر. البحيرة دي إحدى أشهر البحيرات الوردية في أستراليا. في سنة 2015 قرر فريق من الباحثين عمل بحث حول اللون الوردي المميز لبحيرة هيلر. في الماضي كانت الناس بتخمن ان السبب في اللون الوردي للبحيرة هو ارتفاع نسبة الملح او لوجود طحالب مجهرية لها لون وردي. حاول الباحثون معرفة السبب الحقيقي للون الوردي للبحيرة، فقاموا بجمع عينات من البحيرة وعملوا العينات دي تحليل حمض نووي. في نهاية البحث وجد الباحثين 10 انواع من البكتيريا المحبة للملوحة، وانواع كتير من الطحالب ذات اللون الوردي او الاحمر. لكن المثير للدهشة هو أن الباحثين وجدوا أن أكثر من 33% من الكائنات الدقيقة اللي بتعيش في البحيرة عبارة عن بكتيريا اسمها سيلينيباكتر روبر، وهي دي السبب الأكثر احتمالا للون البحيرة الوردي الجميل، وليس الطحالب المجهرية كما كان شائع في الماضي. طبعا ممكن تتخيل روعة السباحة في بحيرة وردية اللون. وعلى الرغم من وجود البكتيريا اللي هي السبب الأكيد في اللون الوردي الجميل، إلا أن البحيرة آمنة تماما للسباحة. ومن المحتمل أن ارتفاع نسبة الملح بيخلي ماء البحيرة كثيف لدرجة أنك ممكن تطفو بسهولة على سطح البحيرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.